ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة. دكتور صفوت، مرحبا بك. دكتور خالد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ولعلك تتابع معنا على شاشة الوطنية للإعلام مفيش شك هذا الحدث المهم. الاهتمام بإطلاق القمر الصناعي 301 في هذا التوقيت يمثل إضافة حقيقية للإعلام المصري، فنحن في مرحلة تتطلب تعظيم التحول الرقمي والاتصال التنموي وتدعيم وزيادة القدرات الخاصة بالقنوات المصرية. العمر الافتراضي للنايل سات 1 سينتهي 1928، ونحن في مرحلة يتعاظم فيها الخدمات التي تحتاج التواصل بالإنترنت حكومية كانت أو تعليمية. نعم. ففي كل المجالات نحتاج التواصل المعرفي والاتصال الإلكتروني في جميع مسارات التعليم، في جميع نقاط التحول الرقمي، وبالتالي الاعتماد على الانترنت الحكومي يستلزم خدمات تتعاظم في التواصل وفي الاتصال وفي الإقناع. فنحن أمام مرحلة تحول رقمي فارقة تستلزم الاعتماد على قنوات اتصال جديدة ومحطات إذاعية جديدة، والإعلام المصري دائما إعلام سباق يتابع كل التطورات الإلكترونية ويعتمد على في هذه المرحلة على كثير من المحطات والأقمار التي أفهم من هذا الكلام دكتور صفوت أنك تطالب أن يتزامن توسع في المحتوى مع هذا التوسع التقني الذي سيوفره نايل سات 301؟ ما فيش شك، هذا الأمر يستلزم تحدي كبير. نحن في حاجة إلى توسع في المحتوى، لأن التحول الرقمي ينقلنا كاتصال تعليمي وكاتصال حكومي وكاتصال مؤسسي بالأفراد وبالجماعات والاتصال بكل الطلاب على كافة المستويات. أعتقد أن القنوات التي نحتاجها اليوم تستلزم تعاظم مستوى التحول الإعلامي والتعليمي والخدمي في كل المجالات، وهذا التحول يستلزم مننا تنوع في المضمون وتنوع في المحتوى وتعدد في أساليب التواصل، لأن شعارنا اليوم الإعلام التنموي القائم على التواصل الدائم، ونحن في مصر كنا إعلام سباق في كل قضايا الإعلام التنموي والإعلام الإقليمي. وأعتقد جاءت جائحة كورونا والاعتماد على الاتصال القائم على التفاعل في التحول الرقمي يمثل تحدي جديد لكل مسارات الإعلام، وأعتقد أن التطور في الإعلام المصري يحتاج بنية وهياكل معرفية وإقناعية تزيد من الخدمات الإعلامية والاتصالية والتفاعلية في كل المجالات، وبالتالي الإعلام المصري أمام تحدي جديد. مصر الجديدة في إطار هذا التحول الرقمي تستلزم درجة كبيرة من التحول والتنوع في المحتوى الإعلامي دكتور وفي أساليب الإقناع والتواصل. نعم، وصلت رسالة دكتور صفوت، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة، شكرا لكم.